هلا وغلا على المتابعين الحلوين للي أول مرة يشوفني. أنا داليا البدر ودي قناتي. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس. أتمنى لكم مشاهدة طيبة. هنعمل البيض إزاي؟ هنجيب بيضتين أو ثلاثة، وهنجيب طاسة هنحط فيها معلقة زيت صغيرة على حتة زبدة صغننة، وبعدين نضرب البيض بملح وفلفل ونحطه في الطاسة. نعمل أومليت عادي جدا. هنقوم رشين رشة ريحان صغننة ونستنى ان البيض يمسك نفسه شوية. لما نلاقي قرص البيض ابتدى يمسك نفسه شوية هنيجي على نص القرص ونحط الجبنة ونحط كمان الفلفل الأخضر. أي نوع جبنة عندك، حتى لو جبنة قريش، حتى لو جبنة بيضة، أي نوع اللي انت يعني اللي تفضليه واللي موجود عندك في التلاجة. وبعد كده نقوم قافلين القرص على النص التاني، يعني قافلين النص القرص حاطينه قافلينه على النص التاني، ونوطي النار ونغطي بغطا علشان ايه الجبنه تسيح شويه. لما تيجوا تقفلوا البيض على بعضه، يعني لما تجيبوا نص البيض وتقفلوه على النص التاني اللي فيه الجبنه، ما تقفلوهوش للاخر، خلوا حته من الجبنه ومن الفلفل تبقى باينه عشان ده بيخلي المنظر احلى. هنخلص البيض، يعني نلاقي مجرد بس ان الجبنه تبتدي تسيح خلاص هنشيل البيض ونحطه في طبق. في نفس الطاسة هنحط معلقة زيت ونحط معاها الطماطم الشاري على نار عالية، نديها تقلبتين بس تبتدي تكرمش وتاخد لون. نقوم حاطين فص توم مدقوق، تقليبة واحدة بس نشم ريحة التوم، ونشيل الطماطم نحطها هي كمان جنب البيض. نجيب توستاية ندهنها بقى زبدة او زيت، او نحط معلقة زبدة صغننة او معلقة زيت في الطاسة، ونقوم نازلين بالتوستاية عليها على الناحيتين تقليبة كده وتقليبة كده. خلاص هتبقى اتحمصت، نقطعها نصين ونحطها جنب البيض. وده شكل الطبق بتاع الفطار بتاعنا، احلى بيض واحلى طماطم وبالهنا والشفا. وصباحكم فل. باي باي.